وصلنا الى اخذنا بالمحاضره السابقه الاوبام سبيسيفيكيشنز واخذنا الدي سي باراميترز هسه راح ناخذ الفريكوانسي باراميترز اللي هي من ضمن ايضا الاوبام سبيسيفيكيشنز بالنسبه للفريكوانسي باراميترز الاوبام يتميز بخاصيه فالاوبريشنال امبليفاير يتميز بميزه الاوبريشنال امبليفاير قلنا انه هو ما دام صار تطوير عن الامبليفاير العادي فهو يتميز بالهاي جين الهاي جين بالترددات العاليه بالفريكونسي العالي لعمل الدائره الجين آه راح يصير به خلل الدائره يصير بها خلل يعني هاي فريكونسي وهاي جين راح يصير تشوه بالاوتبوت لذلك الاوبريشن امبليفاير بي الداخليه مالته uh, الدائره الداخليه مالته الها القدره والامكانيه ان uh, تلغي هذا التاثير الفريكونسي العالي يعني من توصل الفريكونسيات الى الى مدى غير مسموح الاوبريشن امبليفاير ما يتحمله فالعفو من وحدها انه تهبط الجين او تقطع الجين وتوقف عمل الدائره خلينا نشوف هذا شلون يتم وخلنا ناخذ مساله الاوتبوت مال الاوبريشنال امبليفاير ونشوف هذا الاوتبوت شلون هو حقيقه يطلع و شنو العوامل اللي تاثر عليه وشنو الخواص والمصطلحات والبارامترز الخاصه به خلينا نعتبر هسه هذا المحور هو محور الجين الاوبن لوب جين بالتحديد مقاس بالديسيبل ونقسمه الى تقسيمات مقاسه بالديسيبل وهذا المحور الافقي اللي هو محور الفريكوانسي ومقاس بالهيرتز ومقسم هذه التقسيمات هذه التقسيمات اللوغاريتمك يعني مو تقسيمات عشريه لا تقسيمات لوغاريتمك زين الاوتبوت الحقيقي مال الجين لنفرض انه انا الجين يطلع عندي مثلا 200000 الاي الاول لوب جين هو 200000 ال 200000 بالديسيبل هي 106 فالاوتبوت مال الاوبريشن امبليفاير راح يطلع لي بهالشكل شنو هذا هنا تلاحظ انه هذا الـ الـ الخط المسطح احنا لغاية الآن كل اللي درسناه بالأوبريشن أمبليفاير ومن نحكي عن الجين وسوال في الجين ومعادلاته وقيمة احنا نحكي عن هذا الخط المسطح اللي يمثل قيمة الأوبن لوب أو قيمة الجين بالديسيبل يعني هسوى هذا يعادل أو يمثل 200 ألف لكن بالديسيبل هو 106 هذا الخط هذا الجين بعد راح نسميه تسمية ثانية بعد تسبيه راح نسميه الميد رينج جين الميد رينج جين يعني هو الجين الثابت من اقول لك الجين هو 200000 فهذا معناه الجين هذا ثابت 200000 ما يصير بين انحدار ما يقل تمام فهذا الميد رينج جين هنا الميد رينج جين يستمر 106 106 106 هذا الخط يبدي ينزل هنا شوية ينزل بشقد ينزل بمقدار ثلاثة ديسيبل إذا نزل الجين بمقدار ثلاثة ديسيبل طبعا هنا احنا لاحظ انه الجين يمشي وين الفريكونسي كل كل ما زاد الفريكونسي قلنا انه السيركت عدها اليه انه شو تسوي للجين هو هذا الجين هذا الخط الازرق كل ما زاد الفريكونسي عندها اليه انه شو تسوي انه تقلل الجين تقضي على الجين تمام فمن بدا الجين ينزل من على الفريكونسي، الفريكونسي صار عالي، بدا الجين ينزل بمقدار 3 ديسيبل، مو اكثر. عند هذا الحد. هذا صار هنا الجين اشقد، نزل بمقدار 3 ديسيبل، صار هنا 103 ديسيبل. تمام؟ من هذا الحد راح يبدا الجين ينحدر. بعد ما اسيطر عليه يعني من بعد الثلاثه ديسيبل من بعد نزوله بثلاثه ديسيبل اوكي مقبول هذا كله انا اعتبره مدرينج رينج من بعد نزول الثلاثة ديسيبل بعد ما اسيطر عليه راح ينحدر هذا الانحدار انا راح اسميه رول اوف هذا بعدين الرول اوف راح ناخذه بالفلاتر وراح نعرف تفاصيله اكثر لكن هذا الانحدار الرول اوف هو مقياس لزاويه انحدار الميل هذا ميل وزاويه انحداره فالاوبريشنال امبليفاير الاوتبوت مالته يبدي 106 طبيعي مثلا هذا مثال طبعا 106 يبدي طبيعي 106 بدا ينزل نزل ب 3 ديسيبل اوكي لحد 103 اوكي من بعد ال 103 لا بعد يبدي ينحدر هذا ما راح انا اخذه بالحسبان هذا اعتبره انه بدل الجين يروح من عندي معدل الانحدار اسميه رول اوف ويقاس بوحدات الديسيبل بير ديكيد هذا رول ال اوف اللي اللي ظاهر امامكم ايش قد قيمه انحدار قيمه انحداره ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد يعني شنو هذا الديكيد كل تقسيم هنا هو يسمونه ديكيد ما دام تقسيم لوغارتمي فهو ديكيد وهذه الديسيبلات تمام هذا المعدل معدل الانحدار جاي ينزل من هذا مثلا مثلا من هذا الدكيد من هذا الحد الى هذا الحد زين انحدر الـ الـ هذا الميل بمقدار 20 ديسيبل نزل بمقدار 20 ديسيبل تمام ومن هذا الحد الى هذا الحد ايضا نزوله بمقدار 20 ديسيبل هذا هنا احنا نمثل نقول الرول اوف مالته هو ناقص 20 ناقص 20 ليش؟ لان جاي يقل بمقدار جاي يقل هو بمقدار 20 ديسيبل لكل ديكيد تمام؟ اكو رول اوف مثلا اكثر انحدار اذا اكثر انحدار مثلا اجاني هذا رول اوف هذا اكثر انحدار من هذه. هذا هذا شو اقول؟ اقول لا هذا جاي ينزل لي بسرعه اسرع من هذا فجاي ينزل لي بمقدار مثلا ناقص 40 ديسبل بير ديكيد، هذا لا جاي ينحدر لي بكل ديكيد جاي ينزل لي 40 فهذا اسرع. اكو بعد اكثر انحدار هذا مثلا، هذا يعني انه بكل ال... بكل ديكيد جاي ينزل لي مثلا 60 فجاي ينزل لي اسرع من العشرين. ال 20 هذه الامور كلها احنا راح نشرحها بالتفصيل ما تهمنا هسه بالقدر ال 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 يعني بالقدر المهم يعني بس انه هي توضيح لمساله انه بعد الاوتبوت فانا أنا هسه الانحدار مالتي هو ناقص 20 بير ديكيد تمام؟ زين خلينا نجي هنا لبعض التفاصيل الخاصه بهذا الاوتبوت اللي راح نتعامل وياها بالقوانين. هسه هذا الاوتبوت الصافي الخط المستقيم هذا القيمه الثابته اسمه الميد رينج اذا نزلت بثلاثه ديسيبول زين هذا الحد اللي تنزل من عنده بثلاثه ديسيبول لاحظ فهذا الحد اللي ينزل بيه mid رينج بمقدار ثلاثه ديسيبول هذا شو راح اسميه اني راح اسميه الكريتيكال فريكونسي وانطيل مصطلح المختصر الاف اوف سي هذا الكريتيكال فريكونسي يعني هو التردد الحرج اللي من بعد انا بعد ما اقدر الزم الجين الجين اوكي واصل هو عندي 106 سمحت له ينزل 103 صار سمحت له ينزل ب 3 ديسيبل اوكي قابل بي بس من بعد ثلاثة ديسيبل لا ما اقدر اقبل هنا انا راح اعتبره الكريتيكال فريكوانسي تردد حرج هنا عندي من بعده هذا الجين كله انا ما اعتبره تمام زين هنا أنا هذا الحد اللي هو هذا 10 هرتز هو الكريتيكال فريكوانسي بعد عندي هنا الانحدار هذا رول اوف راح يوصل الى حد معين بحيث الجين تكون قيمته صفر او واحد ديسيبل لاحظ هنا هسه عند هاي النقطه انه المقابل لها على المحور العمودي هو صفر او واحد هذه القيمه هذا الفريكونسي هاي هنا هذا الحد اللي يقطع به آه الرول اوف اللي يقطع به محور التردد محور الفريكوينسي هذا راح اسميه اليونيتي جين فريكونسي تمام واصطلح عليه انطيل مختصر الاف اوف تي هنا انا سميتها يونيتي جين لان الجين هو هنا انا راح تكون قيمته صفر او واحد فلذلك سميتها يونيتي جين لاحظ هسه انا اذا اريد اسالك شنو الكريتيكال فريكونسي مال هذا الاوتبوت راح تقول لي هو 10 هرتز زين شنو اليونيتي جين فريكونسي مال هذا الاوتبوت راح تقول لي هو 1 ميجا هرتز تمام زين هذه المنطقه <applause> هذه المنطقه المحصوره بين الصفر فريكونسي والكريتيكال فريكوينسي هذه المنطقة أنا راح أسميها الباندوث الباندوث هو الجين يعني هو تردد الجين عند النقطة اللي ينزل بها إلى 100 و... عفوا ينزل بها 3 ديسيبل تمام؟ وايضا الباند ممكن اقول عليه انا الباند هو مساوي للكريتيكال فريكونسي شباب شنو الفرق بين الفريكونسي والباند ويث الفرق بين الفريكونسي والباند ويث الفريكونسي يعبر عن نقطه عن احداثي عن خط عن حد ليميت الباند يعبر عن مساحه يعني انا سأنا من اقول هذا هذا معناها انه هذا يشمل كل الترددات من عشرة فما دون ما دام انا بادي من الصفر فاذا هنا عندي الباند ويلث هو يساوي الكريتيكال فريكونسي فهسه انا مثلا من اقول يابا هسه هذا الاوتبوت ايش قد الباند ويلث مالته؟ ايش قد الكريتيكال فريكونسي مالته؟ راح تقول لي 10 زين ايش قد الباند ويلث مالته؟ راح تقول لي 10 يعني بادي من الصفر هذا واضح شباب؟ تمام هنا الباند ويلث هذا هو في الحقيقة أنه معادلة الباندوث أصلاً وعلاقته بالفريكوانسي الباندوث يقول يقول هو الأبر كريتيكال فريكوانسي ناقص اللور كريتيكال فريكوانسي دائماً إذا مثلاً أنا أردت الباندوث من هاي النقطة لهاي النقطة فهو الأبر كريتيكال فريكوانسي ناقص اللور كريتيكال فريكوانسي يعني المساحة يعني المدى اللي, اللي يشمل هاي الترددات تمام؟ بما انه انا هسه حاليا عندي اللور كريتيكال فريكونسي هو زيرو فاذا انا عندي هسه حاليا الباند هو يساوي Critical اصلا تمام زين من هذه تلاحظ انه الباند هو يساوي Frequency بالحقيقه زين هنا العلاقة ما بين الجين وما بين التردد هي علاقة عكسية يعني إذا زاد الجين يقل التردد وإذا قل الجين يزداد التردد بحيث تصير القيمة ثابتة حسب هذه المعادلة اللي أمامكم اللي تقول الجي اللي هو الكلوز لوب جين في الكريتيكال فريكوانسي مال الكلوز لوب هسه احنا راح يصير عندنا كريتيكال فريكوانسي الكلوز لوب وكريتيكال فريكوانسي الاوبن لوب زين هنا هذا الشرح على أو لوب الكلوز لوب نفس الشيء نفس الشيء الكلوز لوب تمام فالجين مال الكلوز لوب في الكريتيكال فريكوانسي مال لوب هو يساوي الجين مال الاوبن لوب في الكريتيكال فريكونسي مال الاوبن لوب زين يعني نفس الشيء نفس الحاله بعد عندي معادله اخرى تقول انه اليونيتي جين هذا الاف اوف تي واللي هو ايضا يسمى باليونيتي جين باندوث. يونيتي جين فريكونسي هو نفس اليونيتي جين باندوث واللي يساوي الكلوز لوب جين في الكريتيكال فريكوانسي مال كلوز لوب وايضا ما دام هنا عندنا علامه مساواة وايضا هو يساوي الاوبن لوب جين في الكريتيكال فريكوانسي للاوبن لوب فاذا هسه انا من اقول باندويث يعني اقصد بيه فريكوانسي من اقول باندويث يعني اقصد بيه فريكوانسي يعني الفريكوانسي مال اوبل مال كلوز لوب هو نفسه الباندوث مال كلوز لوب تمام خلينا نشوف هذا الموضوع بمثال هذا المثال يقول determine the bandwidth of each of the amplifiers in figure below both of them have an open loop gain of 100 decibel and a an unity bandwidth of 3 megahertz شو منطيني منطيني open loop gain ميد رينج منطيني الميد تمام وش منطيني بعد منطيني الاف اوف تي قلنا هو اليونيتي جين باند ويدث هو نفس اليونيتي جين فريكوينسي زين نجي هنا لهذه الدائره السيركت اي السيركت اي هذه عندي انا هذه المعادله اللي تقول انه الباندويث اليونيتي جين باندويث او هو اليونيتي جين فريكوانسي زين هو شو يساوي؟ يساوي الكلوز لوب جين في الكلوز لوب فريكوانسي ويساوي الاوبن لوب جين في الاوبن لوب فريكوانسي زين خلينا نجي لهي المعادله انا ايش عندي؟ اولا انا عندي امبليفاير سيركت ما عندي امبليفاير الوحدة زين فلذلك انا ايش راح اتعامل بيه راح اتعامل بالClosed لوب Frequency زي الكلوزد لوب فريكوانسي عندي لا ما عندي ايش عندي عندي منطين اليونيتي جين Bandwidth اللي هو هذا وانا اريد الكلوزد لوب فريكوانسي زين فش يحتاج يحتاج اطلع الكلوز لوب جين حسب هذه المعادله هذا الغي ما اريده لان انا ما عندي أو لوب جين هو منطيني اياه الاوبن لوب جين زين بس ما انا عندي هنا انا loop لوب سيركت عندي كلوز لوب سيركت وما عندي open لوب آه فريكوينسي تمام فنجي هنا نقول يا بل جين مال هذه السيركت الاولى الكلوز لوب جين هو واحد زائد ار اف على ار اي و آه تطلع قيمته 67.7 طلع لي الكلوز لوب جين وعندي الاف اوف تي شو اطلع الكريتيكال فريكونسي لاحظ هنا هو شايد شا رايد الباند ويدث زين احنا مو قلنا الفريكونسي هو نفس الباند ويدث وهنا لاحظ انه الكريتيكال فريكونسي هو نفس الباند ورث. فاذا راد من عندك الباند معناها شو يريد من عندك؟ the critical frequency تمام؟ فهسه انا طلعت ال ال closed لوب جين واجي اعوض اقول الاف اوف تي يساوي الجي هاي معادله هي اللي عندي الجي في ال closed loop gain لوب uh, جين frequency فريكونسي closed لوب جين uh, عندي هذا طالع عندي هذا طالع فاقدر اقول closed لوب Uh, critical frequency واللي هو نفس الباندويث ويساوي الاف اوف تي على الكلوز loop gain وراح يطلع لي الباندويث هو 44.3 كيلو هرتز هذا ال 44.3 كيلو هرتز هو نفس الكريتيكال frequency تمام زين نجي الحاله بي الحاله بي هنا ايش عندي انا عندي inverting زين فنفس القانون اطلع الجين ولقينا هنا انا أطلع قيمته مطلقه لان انا ما راح اهتم بالسوالب انا عندي فريكونسيات الفريكونسيات ما راح اتعامل بها بالسوالب فاخذ قيمته المطلقه وراح يطلع لي 47 ونفس الموضوع راح يطلع لي الباند ويدث هو 63.8 كيلو هيرتز تمام تفضل زين شكرا استاذ استاذ ليش استخدمت مالي كلوز لوب هو مو السؤال او بلو اي مو هي السيركت عندي كلوز لوب <applause> يعني شنو شنو الفائده اطلع الاوبن لوب جين وانا اصلا اتعامل ويا الكلوز لوب مسيرك هي تحكمني نجي الى موضوع اخر اللي هو السلو ريت السلو ريت شباب بكل بساطه السلو ريت هو اقصى معدل تغير للفولتيه الاوتبوت استجابه للانبوت عباره عن يونت ستيب الموضوع مشابه جدا مشابه للانتجريتر يعني اوبريشنال امبليفاير هذا العادي سيركت عاديه سيركت سيركت هذه اذا دخلت لها يونت ستيب يعني اشاره مربعه المفروض راح تطلع عندي اشاره يعني بهالميل هذه هذه يسمونه السلو rate هذه الإشارة تبدي هاي الأوتبوت طبعا تبدي من ناقص في ماكس من أدنى قيمة إلى أعلى قيمة أنه بيستمر الجين عندي يستمر الأوتبوت أول ما تبدي أول ما تتخلي اليونت ستيب راح تطلع عندي هذا الميل يطلع فالسلو ريت هو استجابة لليونت ستيب وتقاس هنا أيضا راح أتعامل بمفهوم اسمه الدلتا بي أوت على الدلتا تي نفس المشابه نفس الموضوع للإنتجريتر فهنا السلو ريت انا اقدر اقول انه الاس ار اختصار السلو ريت هو نفس الدلتا بي اوت على الدلتا تي شوفوا شباب هذه اوبريشن امبليفاير سيركت دخل له يونت ستيب اريد اختبره دخلت له يونت ستيب ايش سوى؟ اشتغل راسا من الفي ماكس وطلع لي هذا السلوب <applause> من بعد ما وصل للفي ماكس الموجبه الاقصى قيمه مشى يشتغل الاوتبوت يطلع لي طبيعي هذه الحاله انا اسميها سلو ريت هذه بدايه تشغيل الاوبريشن امبليفاير هي ما لها علاقه بالانتجريتر بس هي مشابه الموضوع للانتجريتر هنا ما دام انا عندي ميل والميل هذا هو محاوره تايم وفولتية اذا هو دلتا تا دلتا في اوت او دلتا في على دلتا تي تمام خلينا ناخذ هذا المثال يقول the output voltage of a certain op-amp appears as shown in figure below in response to a step input determine the slow rate. هذا output عندي زين يقول لي حدد السلو ريت مالته يعني شنو السلو ريت قانون السلو السلو هو دلتا في اوت على دلتا تي هنا بما انه هذا الاوتبوت هو مو ايديال يعني مو كلش تمام سلوب تمام فراح اخذ هذا الجزء اللي هو عباره عن خط مستقيم بس هذا الجزء اشوف هذا الجزء يعني انه افترض انه هو من التسعه من ناقص تسعه الى تسعه زين وطبعا هو هو هذا الاوتبوت وقال لي هاي من ناقص تسعه الى تسعه هي عباره عن واحد مايكرو سكند فالمن ناقص تسعه الى تسعه هي الدلتا في اوت والمايكرو سكند واحد مايكرو سكند هي الدلتا تي فأجي انه الدلتا في اوت طبعا شو يساوي مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه الدلتا في اوت هو يساوي الموجب في آه, ماكس ناقص ناقص في ماكس زين يعني تسعة ناقص ناقص 9 على واحد مايكرو سكند راح يطلع لي السلو ريت هو 18 فولت على مايكرو سكند زين هذه القيمه يعني هي بس مطلوبه مثلا في مثال او تجي او سؤال يا يعني بطلع لي السلو ريت مال هذا الاوتبوت فموضوع بسيط يعني ومباشر تمام اخر موضوع عندي اللي هو الماكسيمم سيجنال فريكونسي وايضا هو موضوع بسيط وسهل الماكسيمم سيجنال فريكونسي لكل اوبريشن امبليفاير اكو حد معين من التردد بعد هذا الحد من التردد راح يصير ديستورشن راح يصير تشوه بالاوتبوت مال الاوبريشنال امبليفاير فاذا كان الاوتبوت مال الاوبريشنال امبليفاير هو عباره عن ساين سويدال يعني عباره عن موجه جيبيه عن موجه ساين ممكن نعبر عن الـ نقول الفي اوت يساوي كي، هاي طبعا اشتقاق شباب ما لكم علاقه به. الفي اوت يساوي كي، K. الكي K هنا هو عباره عن محصله او رقم ثابت ساين 2 آه باي اف اوف تي. زين؟ وممكن اقول انه انا طبعا الـ هنا الماكسيمم سيجنال فريكونسي يعتمد على من يعتمد على الباند ويعتمد على السلو ريت. زين؟ فعندي الماكسيمم سيجنال فريكوانسي أه عفوا سيجنال ماكسيمم ريت اوف تشينج انا اقدر اقول اطلع له معادله طبعا هاي كلها معادلات جاهزه شباب السيجنال ماكسيمم ريت اوف تشينج هو 2 باي ال في الفريكوانسي في الكي زين طبعا من خصائص انه الاقصى تي اقصى تردد ممكن ان تشتغل به الاوبريشن بالفاير انه شيء يكون يكون دائما الريت rate of change هذا هاي القيمة دائما لازم تكون أصغر من slow rate من قيمة slow rate زين هذا القيمة طبعا آه يعني في حالة إذا كان التردد مقاس بال بالهيرتز أما إذا كان التردد مقاس بالراديوس بير يعني راديوس على سكند فهو أوميجا كي لازم يكون أصغر من SR هذا معناه راح أطلع معادلات أني للماكسيمم احسب بها الماكسيمم سيجنال فريكونسي هذه المعادلات شو تقول؟ تقول اذا كان الفريكونسي اريده انا بالهيرتز فالفريكونسي لازم الماكسيمم سيجنال فريكونسي لازم يطلع لي اقل من اس ار على 2 باي في الكي هسه راح نعرف الكي هاي شنو او اذا ردت انا الفريكونسي بالراديوس على سكند فاقول الاوميجا هي اصغر من او تساوي الاس ار على كي تمام شباب تعالوا خلينا نشوف هذا المثال. For the signal and circuit for figure below, determine the maximum frequency that may be used. Op slow rate is SR, ناق, يعني 0.5 volt على microsecond. هذا مطيني هذا maximum frequency اللي هو الأوميجا 300 في 10 أس 3. ويقول لي طلع لي الماكسيموم frequency مال هذا الاوبام شوفه يتجاوز هذا الرقم لو لا ايش عندي أنا ما دام منطيني اوميجا اذا نستخدم قانون الاوميجا اللي شو يقول الاوميجا اصغر او يساوي اس آر على كي منطيني الاس ار هو يريد الاوميجا لازم اطلع الكي شباب سجلوا هاي الملاحظه يمكم الكي هو عباره عن الفي اوت وما دام انا عندي معلومات هنا منطين الفي ان واقدر اطلع الجين بن بناء على المقاومات فا اقدر اقول انه الكي يساوي الجين في الفي اي، الجين طبعا هنا طلع 24 اني ليش؟ مباشره يعني مستخدم الانفيرتينج جين مال كلوز لوب جين هاي السيركت انفيرتينج فالجي يطلع 24 والفي اي هو منطيني اياها يطلع الكي بوينت 48 فالكي هو الفي اوت هسه اجي اعوض يطلع لي الاوميجا هو 1.1 واحد واحد في 10 او 6 رادياس على سكند هذا معناه انه اوكي هذا الاوبريشن بالفاير اشتغل تمام وما تجاوز الماكسيمم سيجنال فريكونسي تمام شباب